والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنبياء الله وأسمائهم غامضة ولا يذكرها الناس. وبناء على المحتوى الراقي ننصحكم بنشره والذال على الخير كفاعله. قصة النبي يوشع بن نون، صحبة يوشع بن نون لموسى عليه السلام. تعرض القرآن الكريم لذكر صحبة يوشع بن نون لموسى عليهما السلام دون ذكر اسم يوشع بن نون صراحة. وذلك في قوله تعالى في سورة الكهف: "وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقب". حيث ذكر اسم يوشع بن نون وأنه هو فتى موسى عليه السلام المشار إليه في الآية صراحة في حديث نبوي متفق عليه رواه أبي بن كعب رضي الله عنه، وفي هذا الحديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصه النبي موسى عليه السلام مع الخضر وقد ذكر ابن كثير في البدايه والنهايه اسم يوشع ونسبه فقال هو يوشع بن نون بن افرايم بن يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم الخليل عليهم السلام وقال ابن عاشور ان يوشع كان فتى موسى عليه السلام بمعنى تابعه وخادمه وتلميذه ويقال انه كان ابن اخت موسى واسمه الاصلي هو هوشع ولكن موسى عليه السلام قد دعاه بيوشع عندما بعثه للتجسس في ارض كنعان واختبار اهلها، حيث كان احد الرجال الاثني عشر الذين بعثهم النبي موسى لهذا الغرض وهو جلب معلومات عن اهل وارض كنعان، ومن المحتمل ان دعوته باسم يوشع كان من باب التحبب والملاطفه. كما ذكر يوشع مره اخرى في القران الكريم وذلك بقوله تعالى: "قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا" عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين حيث كان يوشع هو أحد الرجلين الشجاعين اللذين دخلا أرض كنعان من بني إسرائيل نبوة يوشع بن نون ولد يوشع بن نون في حدود عام 1463 قبل الميلاد وعاش ما يقاب 110 سنين حيث كانت وفاته بحدود عام 1353 قبل الميلاد وقد كان صاحبا وتلميذا ومن المقربين للنبي موسى عليه السلام كما تقدم وبالنسبه لنبوته فقد ذكر ابن كثير ان نبوه يوشع بن نون من الامور المتفق عليها عند اهل الكتاب وقد قال المسلمون بنبوه يوشع بن نون ايضا فقد ذكر ابن الجوزي ان يوشع بن نون كان نبيا في زمن النبي موسى عليه السلام فلما توفي موسى بعث الله تعالى يوشع بن نون لتولي امر بني اسرائيل واقامه احكام التوراه وهي الكتاب السماوي المنزل على النبي موسى فيهم وهو الذي قسم الشام بين بني إسرائيل وهو الذي أخرج الله تعالى له نهر الأردن وذكر ابن عاشور أن يوشع بن نون صار نبيا عندما عهد النبي موسى إليه بتدبير أمر أمة بني إسرائيل بأمر من الله تعالى وفاة النبي موسى عليه السلام حيث صار يوشع نبيا من يومئذ وقام بما أوكل إليه مدة سبع وعشرين سنة وكتابه هو أول كتب الأنبياء بعد موسى عليه السلام. كما قال بعض المؤرخين والمفسرين نقلا عن ابن اسحاق: إن النبوة انتقلت من النبي موسى إلى يوشع بن نون في أواخر حياة النبي موسى عليه السلام. وهذا ما لم يسلم به ابن كثير وقال إنه محط نظر وإشكال فموسى عليه السلام ظل نبيا يوحى إليه حتى آخر حياته. قيادة يوشع بن نون لمرحلة التيه جاء ذكر مرحلة التيه في سورة المائدة حيث ذكر في هذه السورة الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وقومه بني إسرائيل فقد سار بهم من صحراء سيناء حتى وصل بهم إلى مكان قريب من بيت المقدس وكان يسكنه وقت ذاك أقوام جبابرة من العرب الكنعانيين والفزاريين وغيرهم وكانت تلك الأقوام تصد عن سبيل الله وتمنع الناس من الدخول إليه والسكن فيه فامر النبي موسى قومه بمقاتله تلك الاقوام ودخول بيت المقدس والاقامه فيه فالله تعالى قد كتب عليهم ذلك ولكنهم رفضوا خوفا من الجبابره وامتنعوا عن الدخول وقالوا للنبي موسى اذهب انت وقاتل فنحن لن نقاتل فاشتكى النبي موسى الى ربه فعل قومه فاخبر الله تعالى ان ارض بيت المقدس ستحرم عليهم اربعين وانهم سيتيهون في الارض وفي هذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما فتاهوا في الأرض أربعين سنة يصبحون كل يوم ويسيرون ليس لهم قرار وتوفي هارون عليه السلام وبعده توفي موسى عليه السلام بسنتين أو بثلاث سنوات وأقام فيهم يوشع بن نون خليفة عن موسى ومات أكثر بني إسرائيل في التيه وانقضت المدة فخرج يوشع بمن بقي منهم وبأبنائهم وحاصر بيت المقدس وفتحها وسكنها الإسرائيليون وأمرهم يوشع بالاستقامة على الحق واتباع دين الله تعالى فتح بيت المقدس ومعجزة حبس الشمس، ورد ذكر معجزة حبس الشمس في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها ولما يبن، ولا آخر قد بنى بنيانا، ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما، أو خلفات وهو منتظر ولادها قال فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه حتى فتح الله عليه. وتم ذكر أن النبي المقصود هو يوشع بن نون حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حبست الشمس على بشر قط الا على يوشع بن نون ليالي سار الى البيت المقدس والسبب في حصول هذه المعجزه وطلب يوشع بن نون عليه السلام من ربه ان تحبس الشمس حتى ينتهي من قتال الكنعانيين هو ان القتال دار في يوم الجمعه وكان محرم على بني اسرائيل ان يقاتلوا يوم السبت فاستمرت الشمس بالظهور ولم تغرب حتى انتهى القتال ودخل يوشع بن نون ومن معه من الإسرائيلين إلى بيت المقدس، وكان قد طلب منهم ألا يأتي معه إلا رجالًا متفرغي الذهن لأمر القتال والفتح، غير منشغلي البال بأمر من أم الدنيا، فكتب